وهذا واحد اخر من المتضرر اللي كي كتشوفوه مسكين هذا راه اقسم بالله الا عجب السلعه جاب ستوك مسكين قال له شي واحد من صديق ديالو قال له راه السلعه غتزاد في هذا رمضان جاب مسكين ستوك كل شيء مشى هو يعطي الكلمه ديالو اجي نوريك ليها شوف معايا هز هز غير شويه انت راه السلعه كامله ما كايناش في المحل كلشي ستوكاج كلشي السلام عليكم اللهم دام منكر اخوتي هانتوما كتشوفوا الضياع ديالنا ونتاع بزاف تاع الناس هانتوما اخوتي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تما ما كتبانش واقيلا داك الجهه التحتانيه هانتوما وريهم هذا الشيء اللي ضاع حنا مازالين كنجبدوا خد يا اخوتي شوف هنا يا سيدي راه ستوك ديال واحد ثلاثه المليون السلعه اللي ماشي عاد مؤخرا دي عاد جاب عاد نزلها ما فرشهاش لا والله يجعل ربي ياخذ الحق او كنطلبوا من المسؤولين من جلاله الملك شي تعويض ويعوض هاد الناس هادو لا حول ولا قوه الا بالله وعباد الله كورونا ورمضان الناس بوليداتهم الله ياخذ الحق وصافي السلام عليكم ورحمه الله هذا مسكين هذا الشاب هذا راه شدينا نصوروا واحد اللعيبات ضروري هذه الطواليط راه اللي ما كتشوفوا كي كتشوفوا راه تقريبا جوج متر جوج متر طالع والواد راه كيبان لكم راه مازال كيسبق الواد راه مازال راه طلع تقريبا واحد 16 متر عرض وهذا واحد المشروع من المشاريع الفاشلة اللي كان سبق للسوق الفوقاني هذا المشروع هذا اللي كان السوق الفوقاني تحرق وجاو بغاو يعوضوهم وفي الصراحه ما بغاوش لان هنا في هذه العين هذه كاينه تقريبا 140 محل وهما 70 هي ولات 210 وكي كتعرفوا سيدي حرازم منطقه كتخدم في العطل يعني مواسميه عطله الربيع عطله الصيف الا تجمعنا 210 راه ما كاين تيسير عارضوا بصراحه ما جاوش حتى حنا عارضنا وما سمعوناش داروا داك الشيء اللي في راسهم ها هما 100 تقريبا 180 مليون ضاعت ها يعني ديك 180 مليون اللي ضيعوها هنا وكعوضوها غير الناس اللي تحرقوا الفوق ولا كصوبوا لهم شي حاجه تما مرقعه يعني احنا مغاربه وكنبغيو المغرب و العشوائيه وغنعيشوا معاكم كيف ما بغيتوا كيف ما بغيتوا تفسدوا حنا راه حنا كنبقاو مغاربه فسدوا كي بغيتوا حنا كنبقاو مغاربه وكنشكيو لله سبحانه وتعالى كنشكيو لربي سبحانه وتعالى هو الراكب المسؤوليه بشيء ان الانسان ان لم تستحي فافعل ما شئت بلادك راه بلادك ما كاينش فرق ما بين بلادك ودارك انا كنهضر على نفسي داري والوطن ديالي ما كاينش فرق بيناتهم عندي انا كيف الشارع كيف داري ما كاينش مشكل وبزاف على شي شمايت حب الاوطان بزاف عليهم حب الوطن شي كلاب شي مفسدين جمع راه ما تجمع في التالي القطن جمع في فلوس الشريف تتشبع في التالي القطن ولا لقيتي شي فقيه اللي يحسن بك واخا ابراهيم هذا السيد هذا مسكين تقريبا راه كان المحل عنده هاد السلعه اللي دايره واحد تقريبا واحد 30% ديال ديك السلعه اللي كانت عنده القدام ديك البركه باش كي يعيش هو وليداته وامه راه هي مشات معاه انا تقريبا كان غير كنشد كنقلب لك غير على النص في الخطيه اخي ابراهيم اما لا جينا نهضروا العفو لله هذا راه مسكين كيخدم على اسره صغيره واسره كبيره الله يعوضه والله الا بقى فيا كيخدم على ام وعلى زوجه وعلى اخ عنده مريض وعلى 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 والله يدير له شي تاويل الخير الله يجعل ربي يدير له شي تاويل الخير